يا حسن يا يامي. كرة شبابية محاولة فيها لمسة تقدم جهة أقصى اليمين، عرضية شبابية للرد على كرة الأتمة. مشعل محمد سياف، طويلة ولكن مقطوعة بقدم عمار محمد عيسى الخيبري. بندر النواف، كرة أيضا بالخطأ تعود للشباب. فرصة ثلاثة ضد اثنين، تحتاج مهارة، تحتاج سرعة، تحتاج أيضا ممكن تسديده. هدف واستغلال، واستغلال لخطأ، واستغلال لخطأ فادح في كرة قطعت من مر النواف. الخطأ من النواف والتقدم هنا عن طريق عمار. عمار عمار، يا سلام يا سلام يا خيبري، حلوة من عمار، كرة في شباك الفريق الاتفاقي. نواف وصل جهة أو وصل كرة جهة أقصى اليسار، قطعت شبابية سريعة سريعة. لا 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 لا، في حالة تسلل ولكن ممكن يأخذها، ممكن هو 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 هو، ما في غيره. عمار 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 حاول. أو فئات أدنى أو فئات سنية، خلاص الكل بدأ يعني يرتب كرة. الكرة الأخيرة حلوة ولكن شوف هدف عمار، يدرس درس شبابي قصيرة استغلها عمار الخيبري وتقدم حتى من أصاب شباك سكنت مقص أيسر.